هل كان من الأوفق إن يعني أرتيتا يسلم شارة القيادة لتييري هنري بعد دخول الملعب؟ يعني هل كنت يعني طاروا فيها، نحاول نتناقش أو يعني نعرض وجهات النظر، يعني هل كان هتبقى لفتة جميلة من أرتيتا إنه يسلم شارة القيادة لتييري؟ أدي تييري، أدي تييري، مش ممكن، عملها تييري، التي اتش 14، التي اتش 12 يعود مرة أخرى، يصنع التاريخ، يصنع التاريخ، لا حاجة لإشارة قيادة ولا كابتن ولا كل الكلام الفارغ ده، تييري هنري يعملها، يسجل هدف رائع، يعود للأرسنال ويعيد إليه الانتصارات، يعيد إليه الفوز، ويعيد تصدير الفرحة لجمهور الأرسنال. الكل يفرح، الكل يفرح لتييري هنري، الكل يفرح بهذا الهدف الرائع. استلام ايه وتقدم ايه وثقة ايه وبليسنج ايه في الزاوية البعيدة، نقول في ايه ونعيد في ايه، تييري هنري عمل اللي عليه بالتخصص، بالتخصص 12 هدف في ليدز في 12 مباراة، وكأن لسان حال مدرب ليدز يونايتد، يعني انت غائب بقالك سنين، لم تعد للأرسنال الا في مباراتي، الا في مباراة ليدز امام